بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في تاملاتنا في زمن الميلاد. سنتناول في هذا الصباح المقدس موضوع مهم جدا، التجسد. ما معنى تجسد المسيح؟ لماذا تجسد المسيح؟ أعتقد بأن موضوع التجسد هو لب المسيحية، لأن بدون التجسد لم يكن لنا قيمة، بل ربما كنا في الفناء والعدم. كانوا يعتقدون قديما بأن الإنسان ضعيف ودائما يحتاج إلى مارد ليخلصه، قوة أكبر منه. نجد في الفلسفات القديمة مفهوم الابن الذي يأتي يخلص إنجاز التعبير قابلته أو عشرته أو أهله. تناولت أيضا السينما بعض هذه الأفكار بأن هناك دائما يأتي شخص قوي يخلص عيلته أو قريته أو مدينته من أي هجوم. ولذلك في كل الثقافات والحضارات نجد أن هناك سعي وانتظار لشخص أكبر ينقذنا. هذا بالنسبة للثقافات القديمة، ولكن لنا نحن المسيحيين عندنا نقطة تختلف. التجسد هو الهبة الإلهية التي أعطت للبشرية وللأرض. يقول لنا إنجيل يوحنا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. عندما نتكلم عن التجسد هناك خطأ شائع لغير المسيحيين، وربما يكون لبعض قلة في المسيحيين، كأنه التجسد هو جعل هناك حدودا لله. لماذا لم يقبلون التجسد؟ لأنه لا يتخيل العقل أن الله خالق الكون ينحصر وينحد في شخص تحت الزمن. هذا مفهوم خاطئ. وكأن التجسد هو بداية المسيح، أي ميلاد المسيح كأنه هو بداية له. لا، المسيح قبل الميلاد، هو موجود منذ الأزل، يسوع أزالي قبل التاريخ، ليس له بداية وليس له نهاية. لذلك في إنجيل يوحنا يكلمنا: الكلمة صار جسدا، والكلمة هي يسوع. يعني نستطيع القول أن نغير ونبدل هذه الكلمات ونقول: ويسوع صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجد كما لوحيد من الآب. الله الآب هو الابن الوحيد له، مملوء نعمة وحقا. فإذا وجود يسوع يسبق الميلاد. فهذا الخطأ الشائع
يحد مفهومنا لمعنى كلمة التجسد. يسوع منذ الأزل ليس له بداية في التاريخ إلا من خلال الولادة كإقلوم ثاني، يعني يسوع تواجد في الزمن في الميلاد وعاش 33 سنة بالتقريب، ده للإب. لكن يسوع اللي في الثالوث الإقنوم أكبر من لحظة حدود الزمن. فالتجسد هو الله نازل في الأرض، لكن الله ليس له حدود لأنه هو خالق الأرض وخالق الزمن. المسيح الأزلي ليس له حدود في المكان. في البدء كان الكلمة، يعني منذ البدء في البداية كان يسوع، وكان الكلمة عند الله. إذن الله أزلي وليس مكان حدود ظهر في الأرض فقط. وكان الكلمة الله، يعني وكان يسوع هو الله نفسه. هذا كان في البدء عند الله. فإذن ميلاد المسيح هي مرحلة وحقبة للإقنوم الثاني في الأرض. إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل اللي بنسميها اللاهوتية، إنجيل لاهوتي يتكلم كله عن لاهوت الله، يعني الكلام عن الله. هو الذي أعطانا في البدء كان الكلمة، يعني هو الذي أعطانا كلمة في البدء كان يسوع. في إنجيل يوحنا أيضا يعطينا نص آخر في إصحاح 17 ويقول لنا صلاة يسوع في هذا النص: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي. الابن يكلم الآب في هذه الصلاة: حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. إذن يسوع الإقنوم هو قبل إنشاء العالم. يسوع نفسه بيتكلم عن ذاته، يقول يا رب، يتكلم مع الآب، ولكن بيقول احفظ هؤلاء وفي اسمي، لأن أنت أحببتني قبل إنشاء العالم، وأنا هكذا أحب العالم. إذا موضوع التجسد هو غاية أن الله بيحب الإنسان. بيتخيل اللاهوتيين قصة الخلق حصلت إمتى وإزاي، كأنه الله كلي القداسة، ده تمثيل أو تخيل. الله كلي القداسة كأنه جلس مع نفسه، حاور نفسه في الأقنوم الآب والإب والروح القدس، وعنده حب فياض. الله يحب أن يشارك، محبة الله تساوي المشاركة. فماذا فكر؟ لم يكتفي الله أن يكون حبه لذاته، حب يكون عنده كأنه فكرة بيسموها العيلة في التخيل اللاهوتي. هذه العيلة عايز بشر معاه يحبهم ويحبوه. ففكر في خلقة الإنسان حتى يعطي حبه الكامل لابنه أولاده، زي الأسرة، الزوج والزوجة لما بيتزوجوا ثمرت هذا الحب تظهر في الإنجاب. فإنجاز التعبير، الله أحب يشارك عيلة. فإيه هي العيلة؟ أن يخلق الإنسان. فخلق الإنسان الأول اللي بنعطيه مسمى آدم وحواء. ولكن
سرعان ما سقط هذا الإنسان في الخطيئة وفقد هذا الحب، لا يستطيع أن يكون إنسان خاطئ مع كلي القداسة. صفات الله قدوسة، وده اللي حنشوفه في اللحظات اللي جاية. التجسد نستطيع أن نقول حتى نفهمه، نركز في ثلاث نقاط حتى نفهم عقيدة التجسد، مفهوم التجسد. أرجو من حضراتكم تركزوا في هذا التأمل، أن هناك ثلاث نقاط لموضوع التجسد. التجسد هو أظهر صورة الله الحقيقية، دي النقطة الأولى، أظهر صورة الله الحقيقية. التجسد أعطانا الفداء، دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أعاد كرامة الإنسان وصورة الإنسان الحقيقية. يبقى نعيد مع بعض حضراتكم، لأن ده مشروع بنية عقيدة التجسد: صورة الله، الفداء، عودة صورة الإنسان الحقيقية على ما كان عليه بعد السقوط. سنبدأ في مفهوم شرح النقطة الأولى، ما هي صورة الله الحقيقية؟ صورة الله هو قدوس، هو عادل، هو قوي، هو محب، هو حكيم، وهكذا هلم جرى. لله صفات عديدة: قوة وحكمة وعدل، ولكن أعمق هذه الصفات كلها المحبة. فصورة الله فيها القداسة، النقاء والعدل. فعندما سقط الإنسان الأول، لأن الله عادل، أعطى الإنسان قصاص، إنجاز التعبير، عاقبه. لماذا؟ لأن الله صفة الحقيقية قدوس، والخطيئة عكس القداسة، فلا يستطيع الله القدوس أن يكون في مكان بالمعنى نجس أو خاطئ. فبالتالي صورة الله لما سقط الإنسان الأول وطرده من جنة عدن، أخذنا صورة عن الله كأنه جبار وليس رحيم. من غلطة يا ربنا ترمي أولادك، كان ممكن تقول لهم مغفورة لك خطاياك يا آدم، مغفورة لك خطاياك يا حواء، مغفورة لك خطاياك يا حواء. مرات بيجي في ذهننا، لماذا الله خلقنا وعاقبنا؟ بما أنه هو خالق الكون وقادر، كان يستطيع يغفر لنا أوتوماتيك وتنتهي القصة، لماذا يرسل ابنه على الأرض ويموت ويصلب؟ غير مسيحيين مش قادرين يفهموا ده. إن الله يحد في صورة طفل ويجي ويصلب ويموت، هل الله بهذه البساطة؟ لأنهم لم يفهموا مفهوم قدسية الله وعدل الله ومحبة الله. فدي الصورة اللي أصبحت مشوهة عن صورة الله الآب. ولذلك بما أنه الله هو الذي خلق الإنسان بكامل إرادته وبحبه، لم يشأ أن الإنسان يموت عشان بيحبه، فأعطى له نعمة أخرى اللي هي النقطة الثانية اللي بنسميها الفداء. فالتجسد أول نقطة هو إظهار صورة الله الحقيقية قدوس وعادل، والنقطة الثانية هي الفداء. لماذا الفداء؟ لأنه لما أوصى الله في بدء الخليقة الإنسان الأول بيقول له: أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت.
كان هناك توصية للإنسان الأول، انتبه لو عملت ده حيكون نصيبك موتا تموت. الله هو الذي أصدر هذا الحكم لنعادل الخطية لا تعيش مع الله، فبسبب الخطية سيكون الحكم أوتوماتيك وهو موتا تموت. فبالتالي الإنسان جذب لنفسه عقاب الموت، فكان مفهوم الفداء هو الذي الله الذي سن القوانين، هو الذي وضع مفهوم، انتبه للجزئية دي، أجرة الخطية الموت، هو الذي حكم بده، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يعني الله أوصى الإنسان الأول ما تأكلش من الشجرة دي، ويوم ما تأكل موتا تموت. فمين اللي أخطأ؟ الإنسان، أكل فأخذ قصاص الموت. ولكن بسبب الخطية يكون حكم الموت، والله بيحب الإنسان يعطيه الهبة اللي هي حياة أبدية في إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. فإذا أعطانا الفداء. عشان كده نرجع السؤال التقليدي اللي بيقول ما كانش يقدر الله يخلص من فوق؟ نو، لأن الله لما يدي قانون ما بيلغهوش. إيه هو القانون؟ أن تكون أجرة الخطية الموت. فمش ممكن لما يخطئ الإنسان لا يموت، يقول له مغفورة لك خطاياك بدون موت. فإلا عمل الله أعطى ابنه، تجسد في الزمن، اتولد في المغارة حتى يعطي فداء للذي حكم على نفسه بالموت. يبقى التجسد الصورة الثانية ليه هي الفداء. لا يستطيع الرب أن يقول مغفورة لك خطاياك وتنتهي الحدود، ليه؟ لأنه كان لغى قانون الخطية أجرتها موت، وكان لغى صفاته أنه هو قدوس لا يعيش مع الخطية أي نجاسة. لذلك يقول لنا أيوب في الإصحاح التاسع آية مهمة جدا: ليس بيننا مصالح، بيقول يعني إحنا كبشر أيوب ما فيش حد يقدر يصالحنا، يضع يده على كلينا، ما فيش في الأرض اللي يقدر يصالحنا مع الله ويكون بيننا وبين الله، لأن ما فيش تساوي، ما فيش مخلص هيكون من بشر زينا. حتى جميع الأنبياء وجميع القضاة يقول لنا الكتاب جميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الرب. كل الأنبياء لم يستطيعوا أن يخلصوا الإنسان، الله وحده اللي هو بيقول لنا ليس بيننا مصالح، يعني ليس بيننا مصالح غير الابن الذي سيتجسد. وكأنه أيوب في العهد القديم يتكلم عن التجسد، إنجاز التعبير. هذا التجسد يعني بيقول لنا ليس لنا وسيط إلا يسوع بيننا وبين الله. يقول لنا في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثاني: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الوسيط الوحيد اللي صالح السماء بالأرض هو يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. يعني يسوع جه في التجسد عشان الفداء. في لوداس الغرغوري اللي بنسميه الناطق بالإلهيات، هو نص عميق يتكلم عن مفهوم التجسد والفداء، ويقول لنا في نصه: أصلحت الأرضين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا
وأكملت التدبير بالجسد. دي الكلمات الحلوة في القداس الغرغوري أكثر من أنه يكون لحن. القداس الغرغوري هو لاهوت مشروع تجسد المسيح في الفداء. المسيح هو الوحيد تكملة لنص تيموثاوس، هو اللي أصلح الأرضيين مع السمين، هو الوسيط، هو اللي فدى البشر حتى يرجع ليهم المكانة الأولى اللي هي النقطة الثالثة في مشروع التجسد، هي إعادة صورة الإنسان الرائعة اللي كان مخلوق عليها اللي تشوهت بالخطية. يبقى إعادة صورة الإنسان الحقيقية كانت من خلاله تجسد المسيح. بيقول لنا في النص برضو الغرغوري وأردت أن تجدده، يعني يا رب أنت عايز تخلق الإنسان من جديد زي لقاء يسوع مع نيقوديموس، تولد الولادة من جديد. عايز تكون إنسان مختلف تولد من جديد، تتجدد تصبح إنسان جديد. وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى، يعني إنسان قدوس يأخذ صفته من الآب القدوس. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا أباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا. نص رائع، كلمات رائعة في القداس الغرغوري. الله لم يقبل وسيط يكون يخلص الإنسان، ولا ملاك ولا نبي ولا أي مخلوق، لأن المخلوقات لا تستطيع أن تخلص نفسها، بل ائتمن الخلاص منين؟ من ابنه الإقلوم السادس. يعني إذن مفهوم الفداء، انتبهوا حضراتكم، هو في قلب فكر الله منذ الأزل، إن الله ما عندوش زمان، ما عندوش فكرة هيحصل في المستقبل، هو موجود أوتوماتيك من هذه اللحظة. بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست. الله قادر يصنع كل شيء. يقال كيف يتجسد المسيح في صورة طفل فقير مقمط ضعيف في مغارة؟ زي الله القوي القدوس العادل الجبار وكل الصفات يكون بهذا الشكل، إنجاز التعبير المهين، عشان حبه للإنسان راضية بذاته، أخلق ذاته أخذا صورة عبد، إن أجرة الخطية الموت، فكان لازم يموت بسبب خطية الإنسان حتى يعيد إلى مكاناته الأولى. إيه هو التجسد إذن؟ يسموه هو اختراق اللاهوت للأرض، يعني الزمن الذي تحول إلى مرحلة فساد اخترقوا اللاهوت المصالح. اخترق يعني تنازل الكبير للضعيف، نازل الله بكلية القداسة وعاش في شكل زينا في بشر. لماذا لم يقبلوا المسيح على أنه يكون إنسان؟ لأنه عايزينه شكله ضخم جبار مختلف، لكن يقبلوا في العهد القديم أن الله يستطيع كل شيء، يتجسد بصور مختلفة. لما الله تكلم على الجبل وسمعوا الصوت عند مع موسى، يقبلوا أن الله يتكلم من خلال الجبل، يقبلوا أن الله يتكلم من خلال النار لما كانت في النار على خيمة الاجتماع وعلى العليقة ويظهر، يقبلوا أن الله يظهر بصورة الرياح، يقبلوا أن الله روح الله تكون في المياه، ولم يقبلوا أن الله يأخذ صورة طبيعية بسيطة نقبلها ونقدر نتعايش معها هي بشر. هذه أفكار مغلوطة
عن مفهوم التجسد. فاختراق الله للأرض يعني اختراق لا محدود للمحدود. هذا الاختراق هو هدفه إيه؟ إنقاص. تتذكروا في كل عمليات فدائية حصلت بين دولة عظمى وأماكن ضعيفة أو بلاد صغيرة ويكون فيها شخص ما إنجاز التعبير إرهابي بيحصل إيه؟ يقول لك هناك إسقاط لمروحية نزلت وفيها الكوماندوس عشان ياخذوا هذا المجرم وينقذوا البشرية من هذا الشر. يعني اختراق حتى لحدود بلدان ذات سيادة ربما بتنسيق، ده مش هدف الموضوع ده، ولكن بدي الصورة لهذا التمثيل أن هناك لازم قوة عظمى، دولة عظمى تجتاز حدود دولة صغيرة وتخطف أو تأخذ هذا الإرهاب والمجرم عشان تنقذ بشرية كاملة إنجاز التعبير. فهناك دائما إسقاط، اختراق، تحرير، إنقاذ، هو ده مفهوم التجسد. البشرية الأرض تمتعت بالفساد، فسدت الأرض، فكان لازم يأتي اختراق من السماء بشكل إسقاط أن يكون منقذ ومخلص البشرية. هذا بنسميه بلفظنا المسيحي بعقيدة التجسد، هذا الاختراق، الإسقاط، النزول، أن الله الآب ينزل في صورة الابن يسوع الأقلوم الثاني ويتجسد. حتى في الإسقاط في حاجة مهمة عكس البشرية، الله القوي يصبح صورة ضعيف والإنسان الضعيف يصبح صورة قوي. يعني الله ينزل حتى يعيش بشكل ضعيف حتى يرفع الإنسان ويرده إلى مكانته الأولى. عشان كده بيسموها في أيقونات القيامة السقوط أو الهبوط إلى الجحيم. أيقونة القيامة اللي بيدرس علم الأيقونات يسموها إيه؟ الهبوط أو النزول إلى الجحيم. ما بيقولوش إنها أيقونة القيامة. يعني الهبوط إلى الجحيم، بنشوف يسوع نازل في الجحيم وبيمسك آدم وحواء من ناحية والأنبياء الصالحين وكل الأبرار من ناحية، بينزل في الجحيم لأن كان عليهم سلطان خطية الموت، حكم الموت، فينزل في الجحيم بنفسه لأن بدون المسيح لا يمكن انقاذنا كنا من الجحيم ويرفعنا ونصعد به. فالقوي يدخل في الضعف حتى يصير الضعف قوي. موضوع العقيدة ده مهم وعايز وقت كبير وربما يكون صعب. عشان كده يقول لنا وشبهتنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط ناقضته والعداوة القديمة هدمتها. هو ده مشروع التجسد. المسيح ينزل يأخذ صورة ضعيفة ويصعدنا إلى النعمة. الحاجة الثانية في هذه الصورة الثالثة اللي احنا خدناها في مفهوم التجسد، يقول لنا في رسالة العبرانيين إصحاح 2 من العدد 9 في آيات مهمة. إصحاح 9 مهم، عفوا إصحاح 2 مهم في العبرانيين، ولكن أنا واخد مقطع بسيط منه، ممكن لما تروحوا البيت إن شاء الله أأمل أن تتأملوا فيه. يقول لنا إيه؟ ولكن الذي وضع قليلا، وضع قليلا على الملائكة. مين اللي وضع قليلا على الملائكة؟ بيتكلم عن المسيح، تخيلوا حاجة صعبة. ولكن الذي وضع قليلا على الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة. يعني شكل يسوع بيه متواضع، أقل قيمة من الملائكة. إزاي؟ كيف قديس بولس تقول ذلك؟ أشرح. في التجسد لم يأخذ يسوع صورة ملاك بل خد صورة بشر، فخد المحدودية
فأن الملاك في الرتبة البشرية هو أعلى إنجاز التعبير من الإنسان، لأنه مع الله مباشرة. فيسوع حتى في التجسد لم يأخذ صورة ملاك، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة، يعني خد أقل درجة من الملائكة. مين ده؟ يسوع. نراه مكللا بالمجد والكرامة. ليه؟ من أجل ألم الموت اللي هو كانت مشروع الفداء، مش حبا في الموت، لكن تنفيذ لقانون الله أجرة الخطية الموت. وكان هذا اختيار الموت طوعا عشان فداء الإنسان، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إنه خد يسوع الموت نيابة عنا كلنا، كل واحد، لأنه لاق بذاك الذي من أجل الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كاسرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاص بالآلام. إيه السبب في ده؟ عشان ياخد كل المأسورين بسبب الخطية وحكم الموت يكونوا خدوا المجد والكرامة. يعني المجد والكرامة في التجسد بينزل ياخد صورة الموت، يحكم عليه بالصليب، ولكن في هذه اللحظة يعطي الحياة للذين في القبور، احنا اللي ناخد هذه النعمة ونتوج بالمجد والكرامة، وترد لينا صورتنا الأولى التي فقدناها. في أيقونة الميلاد التجسد يعطي صورة إنجازة التعبير بشعة مش طبيعية. كيف الله ينزل بهذا التواضع؟ بسيط جدا، ملوش مكان، محدش منتظره، محدش عمل أفراح عشان في طفل حيولد، محدش جهز لبس ولا احتفالات زي حياتنا اليومية. وبعدين يقول لنا لفته مقمط، يعني مستعد للموت، كأنه تلف زي المومياء بشرايط كتان. طفل، تخيل طفل يولد بدل ما تديله اللبس اللي يفرح بيه بتكفنه. هذا نص مباشرة، مقمط يعني بيكفن. مش بس كده، اختبر طبيعة البشرية، أكل لما جاع، شرب لما عطش، تألم لما ضرب، يعني عاش بطبعتنا كاملة البشرية إلا الخطيئة. في هذا هو مشروع التجسد. التجسد إذا نعيد مع حضراتكم هو لغة الحب تجسدت في المصالحة. نعيدوا مع بعض تاني، إيه كانوا الثلاث نقط في مفهوم عقيدة التجسد؟ النقطة الأولى إظهار صورة الله الحقيقية، النقطة الثانية فداء الإنسان، النقطة الثالثة إعادة صورة الإنسان إلى وضعه الحقيقي، أن يرجع النموذج الصافي النقي. لذلك النهاردة المغارة لما تروحوا تتفرجوا عليها ونضعها في الكنائس، مش بس ديكور، فلكلور، عادات، هي بتفكرنا كيف الله تنازل وأخذ صورتنا في كل شيء، بكل شيء وأكثر مننا، حتى يرد لنا النعمة التي خلقنا عليها. الفداء يتوج مفهومه إن احنا بسبب التجسد أصبحنا أبناء الله، رجعنا تاني نكون مع الله متصالحين أبناء الله. أهمية التجسد بعد الثلاث كلمات والثلاث عناصر هو النهاردة رجعنا أن نكون أبناء الله. يعني إيه؟ فاكرين الحدوتة اللي قلتها؟ إن رجعنا نعيش العيلة الكاملة مع الثالوث. لما خلق الله الإنسان حب أن يكون له شريك وهو الإنسان، رجعت لنا الشراكة من جديد مع يسوع، مع الله الآب والابن والروح القدس. أمين.